شيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الكنادر التي دون الكعبين إذا كان تحتها جوارب تغطي الكعبين؟ إيه نعم، المسح على الأعلى، المسح على الأعلى إذا كان تحت الكنادر اللي تقول وهي نازلة عن الكعبين لكن تحتها جوارب صفيقة متينة تستر الكعبين فلا بأس. لكن إذا خلعت الكنادر كما تسميها يبطل وضوءك، تخليها عليك، صلي بها. نعم.